إذن مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين قناة مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في بث مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء، وهذه المرة من المدينة القديمة. معنا مباشرة أحد الحالات الإنسانية الصعبة، رجل مسن يعني قضى جل عمره داخل هذه العمارة السكنية التي ترونها أمامنا الآن مباشرة في هذا البيت. هنا في هذا البيت لاحظوا مدخل البيت يعني لا يتجاوز 40 سنتيمترا على أكثر تقدير، هذا هو مدخل البيت. لاحظوا الأثاث الداخلي، لاحظوا المساحة لا تتجاوز المتر، لاحظوا هذه المساحة التي قضى فيها هذا الشخص حياته هنا داخل هذه العمارة، حيث أنه كان بواب العمارة، لكن حالته الصحية تدهورت كثيرا مما اضطر الناس إلى جلب هذا الكرسي المتحرك. الآن كما كتلاحظوا الآن هو كيجلس هنا، أو كما كتلاحظوا هذا السيد هذا الساكنة تضرات، لأنه هذا السيد أعزكم الله أصبح كيقضي الحوائج ديالو كلها هنا حيت ما كيقدرش يتحرك. معنا أحد الساكنة اللي تواصل معنا اللي غادي ناخذوا التصريحات ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. خويا أنتم تواصلتوا معنا بخصوص هذه الحالة الإنسانية، بغيناك تعاود لنا هذا السيد هذا كيفاش، واش كان ساكن هنا باش المشاهدين يفهمونا. السلام عليكم ورحمه الله. السيد اخويا كان هنايا خدام كونسيرج في العماره. السيد اخويا تنعرفو تقريبا نهار الزايد هذا كان بخير خدام تيخدم بالنهار بالليل راه تيعس. انا مع الوقت اخويا الحاله ديال بدا بالمرض، كان عندي شي مرض مزري اللي هو السكر، وعندي شي حاجه اخرى وقيله عنده وقيله القلب وعنده الطونسيون. شويه السيد تيعيا، عنده واحد الرجل كانت باراليزات ليه هي اللي غلبات، مابقاش السيد تيقدي يمشي فهمتي يعني انا عاونو شي واحد بالسكر ولا شي حاجه. واحد الايام تزاد عليه الحال بزاف اللي تقهر واضطر باش يخرج هنايا، شفتو الحاله ديالو كلشي كيدير تحتو الناس ديال الجيران ولاو كيتشكاو بزاف من هاد الرائحه هادي وداكشي اللي تيدير تحتو، واللي تيبيغوت يعني باش يكون البرد، باش يكون البرد تيحس بالبرد ولا تيبيغوت. الناس تيبقى في هاد الحال في هاد الحاله هادي تيشوف بنادم راسو ناعس والسيد تيضربو البرد ولا حول ولا قوة الا بالله، لدرجه تيطير على بنادم من عاد. لا خويا راه كنتمناو الناس المسؤولين يديروا خدمتهم يشوفوا هذا السيد هذا. واش ما تواصلتوش مع دور الرعايه الاجتماعيه؟ دور احنا ما تكلمنا مع حتى شي واحد من غير رجال السلطه اللي كانوا جاو هنا، رجال المقاطعه اللي كانوا تخدموا خدام، كان جا صور الحاله ديالو، صور لا كارت ناسيونال، وقال لي انا غادي ندير الخدمه ديالي والباقيه على الله. من تما ما بقيناش شفنا شي رد دابا تقريبا. واش هذا السيد ما عمرو استقبلوا في دور الرعايه الاجتماعيه؟ ما عمرو تم الاستقبال ديالو؟ مشى مره واحده اللي كان مشى عند الطبيب، كانوا جاو هنايا شي ناس وداو عند الطبيب، كانوا شدوه هنايا، كانت عنده واقيله واحد الهرسه هي تهرس بالجنيه، داروا لي شي حاجه داووه، ومن بعد اخرين صافي جابوه هنايا مشاو. هذا الشيء اللي كاين. واخا يقدر يهضر معنا هو دابا ياك؟ اعطيه اعطيه الشريف. شحال وانت هنا؟ العمارة؟
40 عام. 40 عام. واش انت دابا مريض الشريف مريض؟ اي كانت عندي كان عندي عرق كوانسالي. عرق كوانسالك اه. اه. صح. اه. جاني طونسيو وطحت. مشيت للسبيطار داروا لي طازية الحديد. اه. داروا لك حديد في رجلك؟ اه. واحد الحديدة صغيرة. اه. دابا ولا شو لاباس. جيت عاطاني هو شدني. اه. طونسيو شدني. دابا انت واش ما كتقدرش تمشي للمرحاض؟ ما كتقدرش تمشي؟ لا ما كتقدرش تمشي. واش باغي تمشي للدور ديال الرعايه الاجتماعيه؟ بغيتي تمشي؟ بغيتي تمشي باش يقابلوك ياك؟ ما عندك لا عائله لا والو؟ لا والو كلشي مات. ياك دابا بقيتي بوحدك ما عندك لا عائله لا والو؟ اه بوحدي. اه الحالة ديال المعتاد صار لي قبلني اللي نور نشر ولي شوية نبقى دار العزيزة ولا دار الخيرية ولا دابا انت كنتي واش كنتي انت بواب هنا كنتي كونسياج؟ اه كونسياج كنتي كونسياج؟ أيه. ودابا صافي الصحة دابا عيات؟ اي انت كتشوفي هذا اه رش اه هذا كتشوفي بقى نقدر ندير شي حاجة. كذلك معنا احد فعاليات واحد الفعاليات جمعويه في المنطقه اللي تواصلت معنا كذلك بخصوص هذه الحاله هذيك، فغنحاول ناخذوا التصريح ديال هذه الحاله هذيك. ناخذوا التصريح ديال هذه الحاله هذيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اجي خويا هنا الضو هنا يجزيك بخير. خويا تواصلتوا معنا على قبل هذه الحاله هذيك. غير المشاهد الكريم باش يفهم هاد الحاله شنو عندها. هاد السيد بالنسبه ليه مصاب بشي مرض في الرجلين ديالو وفي الطونسيون اللي دار ليه هاد الشيء، وعيطوا لنا الاخوان ديال الساكن، حنا كنسكن في المدينه كفاعلين جمعويين، جينا حنا باش نديروا يد المساعده لهاد السيد هذا خصو ما يبقاش هنا. كنشكروا المنابر اللي حضرت الحمد لله بالقوه وبكثافه، من هاد المنبر هذا كنشكرهم. وكنشكروا السلطات حتى هي راه دارت المسؤوليه ديالها على راس السيد القائد ديال البصمره. يعني السلطات تواصلتوا معها؟ تواصلنا مع دابا الان معنا من الشيخ بلغ السيد القائد المحترم ديال بصمره، راه دابا جاو لي كوبي باش ان شاء الله جاو لي رجال الوقايه المدنيه باش غيحملوا ان شاء الله يديو باش يتعالج، من ثم ان شاء الله نتبعوا الحدث باش خصو يدخل دور الرعايه الاجتماعيه ديال المسنين. المسنين ان شاء الله ياخذوا بيدي ان شاء الله الرحمن الرحيمين، وتا الساكنه هنا يبقاو تما في الهنا، ونحاول ان شاء الله نطفوا معاهم الدنيا هذه العاجل. وشكرا وشكرا للاخوان مرات اخرى الاخوان الصحفيين اللي جاو عندنا كما كنقولوا ما بطروش عندنا الحمد لله، كما عيطنا لهم وحضروا في هذا هو الدور ديالنا. إذن كيفما استمعتوا معنا مشاهدينا الأوفياء، فالآن يعني بعد اتصال مع السلطات المحلية وقائد المنطقة اللي تابع لها هذه العمارة هذه، فالآن حضروا رجال الوقاية المدنية باش يحملوا هذا السيد هذا اللي غادي نشوفوا معنا. جات الوقاية المدنية، جات الطوموبيل البومبية، شنو جيبوها؟ يعني ريتما تلتحق بنا سيارة الوقاية المدنية، جاوا باش يدوا هذه الحالة هذه لدار المسنين لأحد إحدى دور الرعاية الاجتماعية. إذا كيفما سمعتوا معنا حسب التصريحات اللي دلا بها لا الساكنة ديال العمارة ولا كذلك فاعل جمعويين، تم التواصل مع السلطات المحلية بالمنطقة، كان تفاعل، توصلوا كذلك تواصلوا هما كذلك بدورهم مع رجال الوقاية المدنية اللي جاو. لاحظوا راه حتى الساكنه الان هادو راه هما الساكنه اللي كاينين في المنطقه، ويعني صراحه بدون تجميل لاحظوا هما مقابلين هاد السيد هذا، هذه مده هو مريح هنا، ولكن راه اليد الوحيده لا تصفق. طبيعة الحال هاد السيد هذا هو في حاجه ماسه لواحد الرعايه خاصه. لاحظوا حيت هو على حسب كما سمعتوا معنا هو مده 40 سنه هو حارس
او بواب ديال هذه العماره، وكانت علاقه طيبه ما بينه وبين الساكنه، الشيء اللي خلى الساكنه ما قدرت تستغنى عليه، ولكن الله يحسن العوان فوق طاقتك لا تلام. هذا السيد هذا اصبح كيقضي الحوائج ديالو كلها، يعني اعزكم الله، ما بغيتش نشرح اكثر. هذا الشيء علاش فاضطروا انهم يتواصلوا مع السلطات المحليه، لانه الرائحه اصبحت هنا رائحه كريهه. احنا الان واقفين، وصراحه عيبنا واحد، كنعتذر على هذه العباره هذه، لكن السيد خصو واحد الرعايه خاصه. لاحظوا هذه هي، انتم كما كتلاحظوا معنا، هذه هي إذن في انتظار ذلك، يعني في انتظار جو صاد. إذن الآن وصول الوقاية المدنية، يعني كما تلاحظوا هذا هو المدخل ديال العمارة، هو هذا هو المدخل ديال العمارة، هو هذا الوقاية المدنية. هما جايين، هما وصلوا الآن، جاي الوقاية المدنية وصلوا الآن كما كتلاحظوا. هاك خالد، خالد جنة. الآن كما كتلاحظوا معنا، الآن في هذه الأثناء هذه وصول، هذه الأثناء وصول الوقاية المدنية. رجال الوقاية المدنية مشكورين، دخلوا شوف تشوي النور. إذن كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، الآن في هذه اللحظة يتم إخراج هذا المسن اللي كان كيعيش في مدخل ديال أحد العمارات السكنية بمدينة قديمة، الآن يتم إرسال ديالو لأحد دور الرعاية الاجتماعية بعد تدخل السلطات المحلية، كذلك بعد الفعاليات الجمعوية في المنطقة.
اللي تواصلت معنا من ان يتم بعض الحاجيات ديالو الضروريه اوراق التبوتيه بدرجه اهم درجه كبيره كما كتلاحظوا معنا. هذا هو السبب ديال التاخر الان. الحمد لله فمن بعد التدخل ديال السلطات المحليه كذلك التواصل ديالنا كمنبر اعلامي الان سيتم في هذا الاثناء سيتم إخراج الحالة في هذه اللحظة كما تشاهدوا معنا. لان كما كتلاحظوا معنا السيت متزرع بزاف. الاثناء هذا هو يعني يتم النقل ديالو ب إذن إلى هنا سنتي على نهاية هذا البث المباشر. إلى هنا سنتي على نهاية هذا البث المباشر على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.